اسمع صوت الشعب، اسمع صوت الشعب، اسمع صوت الشعب. شكرا شكرا رياض، شكرا للحضور. قبل ان نبدا في تقديم البرنامج السياسي والدستوري ورؤانا في هذا المجال، اولا ساعة تحية للجميع، تحية لمكونات القطب الديمقراطي الحداثي من احزاب سياسية ومستقلين ومستقلات ومكونات يعني المبادرات المستقلة، المبادرات المواطنية. نحييكم ونقول لكم اللي انا اعتز انكم اعطيتوني المهمة هذه اليوم اللي هي مهمة جسيمة، ودايوغ صوتي يرعش خاطر صعيب باش واحد ياخذ الكلمة امام الجماهير هذيا اللي معناها الجماهير الغفيرة. اذا اعتز اني نقوم بالمهمة هذيا باسم القطب الديمقراطي الحداثي. ومرة أخرى وما نجموش نتعداو مر الكرام، مرة أخرى تحية إجلال وتحية تقدير إلى شهداء الثورة التونسية، تحية تقدير تحية تقدير لنضالات نساء ورجال تونس، وتحية تقدير إلى من فارقنا اليوم الأستاذ ولا السي محمد حرمت كما كنا نقولوه، اللي هو كان العبد نحب نقول اللي هي هذه حياتنا، حياة تراكمات، حياة تراكمات. لأنه سنة 2004 حاولنا مع بعضنا، هاو فما وجوه موجودة هنا تنجم تعمل الشهادة، يعني في سنة 2004 حاولنا أنه نكونوا أيضا قطب مع المبادرة الديمقراطية. كان فيه آنذاك أحزاب سياسية ومستقلين، ما كانتش فما مبادرات مواطنية، لكن فما مبادرة سياسية لتقديم رئيس جمهورية ينافس بالندية الرئيس السابق. إذا اليوم المطلوب مني هو أن نقدم البرنامج السياسي، رؤانا السياسية والدستورية. قبل ذلك فقط في كلمتين يظهر رهاناتنا السياسية وتكون واضحة، وقالها قالتها هيفا وقالها أيضا رياض، أن رهاناتنا هي مصلحة تونس فوق كل اعتبار، مصلحة تونس. قالها زادا أيضا سيد أحمد إبراهيم البارح في التلفزة، سمعته مليح، مصلحة تونس فوق كل اعتبار، فوق الاعتبار الحزبي، فوق الاعتبارات الضيقة، فوق كل اعتبار. هذا اللي خلانا نعمل قطب، هذا اللي خلانا نعمل قطب، لأنه كيف نتحدثوا عن المستقلين، احنا مستقلين من طراز خصوصي، ماناش مستقلين كبقية المستقلين، ماناش مستقلين كما اللي تحدثوا عليهم في الجرائد اليوم اللي عملوا قائمات مستقلة، وهذا مشروع معناها ما نرجعش فيه. أنه الناس يعني فما شغف بالشأن العام وشأن السياسي، لكن احنا التصور نتاعنا أننا مستقلين لتدعيم الأحزاب السياسية ولتدعيم كيف نقولوا أحزاب سياسية، خلافا لما قيل البارح في التلفزة مرة أخرى. الأحزاب السياسية الموجودة اليوم بعد الثورة ما فماش تنافس على الكرسي، كلمة الكرسي جاية من بن علي، عملنا الثورة وفات الكرسي، انتهى الكرسي، ما نجموش نكملوا نعاودوا نفس الخطاب. ما عادش الشعب التونسي بفئاته بأجياله بمكوناته الكل رافضين الكرسي، انتهى ومات الكرسي مع موت النظام البائد، وفاء سيفيني. ولذا قلت لكم احنا مستقلين، لكن مستقلين من نوع فيها كترافة، لأنه منضويين مع الأحزاب وراء الأحزاب وأمام الأحزاب في نفس الوقت، نحط لهم طاقاتنا وقدراتنا والخبرة نتاعنا لبناء قطب، ولينا قطب لبناء قطب حداثي يحمل مشروع سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي، اللي يدور حول التصورات هذه
اللي هي تصورات حدثية. إذن هذا اللي حبيت نقوله في الأول. بالنسبة للبرنامج نتاعنا، نأكد أنه البرنامج نتاعنا فما كيف تحدثنا مع بعضنا وناقشنا، قلنا أنه البرنامج نتاعنا يكون فيه مسؤولية، يعني احنا نحسه بجسامة المسؤولية وبجسامة المسؤولية التاريخية، وقلنا بعيدا عن الوعود الخاوية والتوظيف الانتخابي. لذلك كان من بين الهواجس نتاعنا ومن بين الرهانات هو أن نكونوا نعمل برنامج بصدق، تكون الهوية نتاعنا هوية واضحة، يكون البرنامج نتاعنا والفيصل بين مع البرامج الأخرى يكون واضح. اليوم بعد الثورة لا خوف من بعد الثورة، ما نخافوش من أفكارنا إن كانت أفكار ريادية، ما نخافوش من أفكارنا إن كانت أفكار ممكن في بعض الأحيان أنها تبدو وتظهر كما قال رياض وكأنها فيها استفزاز. ما فيها حتى استفزاز، احنا كنا بنات وأولاد تونس، نساء ورجال تونس، ومن بعد الثورة لا خوف، ما نخافوش من أفكارنا وما نخافوش من التطلعات نتاعنا بالنسبة للمشروع الحداثي. ما نخافوش من التطلعات، علاش؟ لأنه نعرف أن قيم حقوق الإنسان وقيم المساواة وقيم الحرية وقيم التضامن الاقتصادي وقيم التضامن الاجتماعي ما تخليش الناس بعد علينا، لأنها تكلم الضمير وتكلم العقل وتكلم القلب. هذوما أشياء قيم، وكقيم يعني ما تنجمش تكون يقعدوا الناس بعد عليها. ولذا أنا طالب كولبابيليتي. البرنامج نتاعنا البرنامج أردناه واضح، فيه فيصل يمكن الناس من الاختيار بين مشروع ومشروع آخر. إذن تقديمي سيتمحور حول أربعة محاور أساسية، اللي هي النظرة السياسية والنظرة الدستورية، أخذا بأن كتابة الدستور ماهيش فقط تقنيات قانونية، على عكس ما يقال كتابة الدستور هي بمعناها أكثر عمل سياسي، يعني عنده مشارج، عنده قيمة سياسية كبرى. لماذا؟ لأنه باش يحمل الدستور أولا ساعة ما ينجمش يكون عنده فقط فترة صغيرة. الدستور هو استشراف على المستقبل، ونبنيه مستقبلنا ونعطيه رؤانا، والدستور تكون فيه في نفس الوقت مع رؤانا السياسية، رؤانا الاجتماعية، رؤانا الاقتصادية، ورؤانا الثقافية. لذلك يتمحور البرنامج بتاعنا حول ثلاثة أربعة محاور. المحور الأول يتعلق بما سميناه مقومات المواطنة، يعني احنا في القطب سنلتزم أمام الشعب التونسي، أمامكم سنلتزم داخل المجلس التأسيسي، سنلتزم بإرساء مقومات المواطنة الفعلية، وذلك لضمان كل الحقوق وكل الحريات الأساسية دون تمييز. ممكن تتسألوا علاش نبدأ ما نبدأوش كما العادة بالنظام السياسي، وشنو النظام السياسي اللي احنا نحبه نرسيوه. بدينا بالمواطن لأن قلنا مهم أنه نعود نعطيه للشعب التونسي، للمواطن التونسي والمواطنة التونسية، نعود نعطيه قيمته ونعطيه الفعالية متاعه داخل المجتمع. ما نبداوش كما العادة من فوق، يعني الانستيتوشن المؤسسات ثم الشعب المواطن ثم المؤسسات. هذا إذن المحور الأول بالنسبة لمسألة المواطنة. المحور الثاني يتعلق ببناء نظام الحكم على الجمهورية الديمقراطية وعلى علوية القانون وسيادة الشعب، وتقوم بتقديمه وتقديم البنود أو الأفكار الهامة اللي تتمحور حول هذا المحور الثاني. ثم المحور الثالث أو من أولويات القطب اللي احنا باش نعملوا عليه واللي نتعهدوا به واللي اليوم ناخذ الالتزام معكم بالنسبة لي، هو تكريس
المشروع المجتمعي الثقافي الحداثي الذي يسير العصر ويثري الحضارة الإنسانية. وأخيراً أيضاً نتعهد بتطبيق خطة تنموية شاملة مبنية على اقتصاد تضامني يرتكز على العلم والمعرفة والإبداع ويضمن متطلبات العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وتكون تلعب فيه الدولة، يعني مؤسسات الدولة تلعب فيه الدور الريادي اللي يسميوه الدور استراتيجي، ما تكونش الدولة ان غوتري كما عرفناه في السنوات الأخيرة. إذا تعرفوا انتوما أيضا قبل أن نبدأ البرنامج أنه ولكن ريتوه هذايا بعد اللي احنا وقعنا عن طريق الأحزاب اللي متكون القطب، احنا وقعنا على المرحلة الانتقالية. كيفاش نراو المرحلة الانتقالية ونراوها كيما بقية الأحزاب اللي صادقت ووقعت على وثيقة المرحلة الانتقالية، يعني مرحلة انتقالية اللي ما تخليش أولا فراغ في السلطة، ومرحلة انتقالية اللي تكون مبنية أيضا على الوفاق، مرحلة انتقالية اللي تخلي نمشي بطمأنينة إلى المجلس التأسيسي. تعرفوه يعني هذايا تحدث عليه سي محمد الكيلاني، تحدث عليه سيد أحمد إبراهيم، تحدثوا عليه الأحزاب السياسية اللي وقعوا على وثيقة المرحلة الانتقالية. بالنسبة للبرنامج الدستوري، إذا أولا قلت لكم استرجاع كل مقومات المواطنة. ومن بين الأفكار الهامة في استرجاع المواطنة هو أنه تكون المواطنة أولا صفة جوهرية، وأن تكون المواطنة صفة فعلية، وأن تكون المواطنة حق يمكن كل المواطنات وكل المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه رؤيتنا العامة بالنسبة للمواطنة، وكيف نحب نفرعوها التصور هذا للمواطنة، كيف نحب نفرعوه نحط قيمة الحرية وقيمة المساواة في أساس التصور هذايا نتاعنا. لماذا؟ لأن بالنسبة لنا في القطب الحرية أصل يتفرع عليها كل الحريات الأخرى، والمساواة أيضا أصل. لذلك سنعمل كل جهدنا لفرض مبدأ الحرية وحقوق معناها والحريات. الحرية أصل، لكن المساواة بين المواطنين والمواطنات أصل أيضا. لماذا نحب نقول هذه ونرجع له؟ هذه الطرافة نتاع القطب نتاعنا وقلوب ونعود القلوب، أن مشينا باسم التناصف وهي حاجة فعالة في القطب نتاعنا، لكن في نفس الوقت المساواة ليست مساواة شكلية، ليست شعار، ما تنجمش تكون شعار المساواة، ونعرفوها كم من مرة في دساتير العالم، كم من مرة يقع التنصيص على المساواة لكن في الفعل وفي الحياة ما فماش مساواة. لذلك احنا قلنا المساواة صحيح التنصيص عليها في الدستور، لكن التنصيص على كل الآليات التي تمكن من أن تكون المساواة مساواة فعلية وصفة جوهرية وصفة أصلية في الشعب التونسي. كيف؟ أولا بما نسميه الإقرار داخل الدستور، وهذا نتعهد به، الإقرار داخل الدستور بمبدأ التدابير الإيجابية اللي يسميهم الديسكريميناسيون بوزيتيف، للإسراع بالمساواة. لأنه كيف تبدأ ما فماش مساواة بين المواطنات والمواطنين، بين الأجيال، بين الجهات، إذا ما ناخذوش هالتدابير العاجلة وهالتدابير للإسراع في المساواة، ما نخلطوش المساواة وتبقى المساواة مجرد شعار ومجرد شكليات. نفس الشيء مبدأ عدم التمييز. ممكن أن البعض منكم يقول يا أخي شنو الفرق بين المساواة وعدم التمييز؟ تتحدثوا على نفس الشيء، بينما هو ما تحدثوش على نفس الشيء، لأنه عدم التمييز والأخصيات ولا كيف يقولوا الخبيرات في القانون والخبراء في القانون يعرفوا شنو الفرق بين المساواة وعدم التمييز. لماذا؟ لأنه عدم التمييز يجعل على ذمة الدولة وعلى ذمة السلطة
أنها لسماها مقبلي كريار الدين لابد أنها السلطة العمومية تعمل على سياسات دي بوليتيك بيبليك يكونوا كل بوليتيك بيبليك مبنيين على عدم التمييز. وكيف نقولوا عدم التمييز؟ تعرف الثورة على شنو قامت؟ عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين، لكن عدم التمييز بين الأجيال، وعدم التمييز بين الجهات. هذا هام. ما أيضا من بين المبادئ اللي القطب سيعمل على إرسائها وتكريسها داخل المجلس هي حرية المعتقد وحرية الضمير، أكثر من حرية المعتقد حرية الضمير. لماذا؟ لأنها قيمة إنسانية أساسية، إنسانية الإنسان في ضميره الحر. ما كانش الإنسان ما عادش عنده إنسانية إذا ما فماش الشيء هذايا، وما نعطيهوش داخل الدساتير وداخل القوانين في المجتمعات الإنسانية، إذا ما فماش ضمان الحرية هذايا دون حرية الضمير، واللي تخلي العبد يخاطب ضميره وضميره يخاطبه، إذا هذا مش موجود يبقى الحريات الكل الأخرى تكون مش موجودة ولا تكون منقوصة. لذلك هو هام بالنسبة لنا أنه نكرسوا حرية الضمير، حرية الضمير، وأنه نعمل على نبذ في نفس الوقت على نبذ كل أشكال التسلط الفكري أو الفلسفي أو العقائدي أو الديني مهما كان مأتاه، وفي نفس الوقت نحافظ على قدسية أماكن المعتقد، على أماكن العبادة، على القدسية نتاعهم، وعلى الحرمة، على الحرمة نتاعهم. هذه الكل داخل في حرية الضمير. في الحريات الأخرى هذه قلت لكم على الأساسيات ولا الأولويات اللي تخلي القطب نتاعنا عنده ميزة بالنسبة للأحزاب الأخرى أو التيارات والحساسيات السياسية الأخرى. لكن مش هذه الحريات، مش هذه فقط، عنا الحريات يعني قلنا الأصل، لكن تتفرع عليها عدة حريات أخرى. هي الحريات الفردية اللي نسميها الحريات الفردية، من الحق في الحياة، من حرية الفكر والتعبير والإبداع وإقامة الشعائر الدينية، حرية اختيار مثلا احنا زدناها هذية، حرية اختيار الزوج أو الزوجة هام بالنسبة لنا، حرية اختيار مقر الإقامة، حرية التنقل داخل البلاد وخارجها، حق كل مواطن ومواطنة في الأمن والأمان على شخصه وممتلكاته، حق النفاذ المعلومة وتحجير أي حجب أو رقابة. هذه بالنسبة للحريات الفردية. لكن في نفس الوقت هناك حريات جماعية سنعمل على تكريسها وعلى ضمانها داخل الدستور التونسي. في الحريات العامة، وتعرفوها شنية الحريات العامة، يعني أمر مر الكرام، حرية العمل السياسي، وما فماش مواطنة ومشاركة في الحياة السياسية بدون إقرار حرية العمل السياسي، حرية العمل النقابي هام جدا، حرية الصحافة والنشر والإبداع الثقافي، حرية الإعلام، حرية تأسيس الجمعيات، حرية الاجتماع والتظاهر، وكل الحريات الجماعية اللي هي أساسية لتعبير المواطن عن مشاركته في الحق السياسي، وتعبير الشعب عن مشاركته في الحق السياسي. بالنسبة أيضا هي نفسها تتفرع، ماذا بيا كلمة فقط باش نقعد في باب الحريات، تتفرع الحقوق بالنسبة للحقوق اللي يسميوها المدنية والسياسية، يعني حق الانتخاب، حق الاقتراع، وحق الترشح. احنا قاسينا في تونس من الإقصاء، والتونسيين اللي يتمتعوا ساعة، أولا حتى الجنسية التونسية ما كانش يتمتع بها كل من أراد، حتى وكان كان مولود على التراب التونسي، أو كان التونسي ينحدر عن تونسية أو تونسي، كل شخص في تونس ما كانش يتمتع بالجنسية التونسية. وتعرفوا أنه يعني فقط سنة 2010 كيف وقع تحوير
مجلة الجنسية أنه الأطفال المنحدرين عن أم تونسية أصبحت لهم الجنسية التونسية، ما كانتش عندهم جديد. اليوم هام هذا هام، وهام أني نعرج لي، سامحوني ممكن مش نطول شوية، لكن ماذا بيا وكان تكون عندكم رحابة صدر للبرنامج نتاعنا، لأنه هام أولوياتنا نكونوا نعرفوهم. المسألة طرحت أمام الهيئة العليا لأهداف الثورة، وفي المرسوم اللي يتعلق بالانتخاب تتذكروا، وهو عنا شكون يمثل معنا من أصدقائنا ومناضلينا ومناضلاتنا داخل الهيئة، ينجموا يشهدوا على الحوارات اللي صارت والنقاشات اللي صارت بالنسبة للتونسيين اللي عندهم لدوبل ناسيوناليتي، ولا التونسيين اللي منحدرين عن أم أجنبية. بينما هذا وقع إقراره، يعني وعطاهم حق الانتخاب وقعطاهم حق الترشح، وهذايا بالنسبة لنا سنعمل على أن يكون هذا مكسب لا رجعة فيه.